كده واحدة واحدة مع بعض لغاية ما نحصل على القوام اللي احنا عايزينه. ما يبقاش البصل ني وفي نفس الوقت ما يبقاش كمان مش مستوي أكتر من لازم، يعني أنا مش عايزه يبقى متحمص ولا يبقى ني. تمام، بنقلب واحدة واحدة. طبعا احنا كاتبين في وسط المقادير جزء نص كوباية من الجبنة وشرايح من الخبز الباجيت. ليه بقى؟ بيتقدم فوق شوربة البصل ده الخبز ده بعد ما نحط عليه الجبنة وتسيح كده جوه الفرن، طعمها بيبقى حلو قوي. يعني الشرب اللي احنا بنعملها ان شاء الله او اللي هعملها على مدار الاسابيع اللي جاية كلها حلوة وقوامها جميل، واعتقد ان كل الحاجات دي موجودة عندنا في البيت ومش غالية. يعني الشوربة دي كلها على بعضها ما تكلفش مثلا 10 جنيه، بس ممكن الأسرة كلها تاكلها أو تشربها، يعني حاجة رائعة طعمها حلو جدا هتعجبكم للغاية. الشوربة بتاعتي تكون بتغلي، وبقية المكونات اللي عندي اللي هي زي ما قلنا الزعتر، صويا، وخل العنب، ومعلقة السكر. أهم خل العنب والصويا والزعتر ورشة الكاري ومعلقة السكر. أول حاجة هناخد كده السكر نضيفها، معلقة السكر. يا أستاذة مروة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ أهلا بيكي. أنا بحب حضرتك قوي. تسلمي لي، ربنا يخليك يا رب. يعني مش عارف أقول لكم على شعوركم النبيل ده. والله أنا من امبارح بحاول أتصل بحضرتك كتير قوي، بس وصلت لنا الحمد لله في الآخر. والحمد لله. الحمد لله يا شيخ، حضرتك عامل ايه؟ انا بخير والله، نحمد ربنا الحمد لله. لو سمحت ممكن تقول لي على صوص الشوكولاته؟ حاضر، من عينيا هقول لك على اسهل صوص شوكولاته ممكن تعمليه، من عينيا. حاضر يا استاذه مروه، يعني انتظرونا كده. انتوا عارفين ان احنا بنجمع كل الاسئله لنهايه الحلقه وانا هجاوبك عليها واقول لك على اسهل طريقه لعمل صوص شوكولاته. حاضر، بصوا بقى، الشوربه البصل بدا يدبل، انا بس عايزه يدبل وفي نفس الوقت ما يتحمص. هنضيف الزعتر. الزعتر بيدي للشوربة دي مذاق خاص، يعني لما نيجي كده طعم الزعتر جوه الشوربة بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. كنا اتكلمنا مع بعض عن الخبز اللي هنحط عليه الجبنة، موجود معانا، يعني انا مقطعه وحاطط عليه الجبنة فعلا اهو، شايفين ده شكله. أول ما بحطه في الفرن يا دوب الجبنة تسيح شوية. هي نوع الجبنة إيه؟ هو بيستعملوا الجبنة البارميزان، لكن إحنا نحط أي نوع جبنة عندنا، رومي، تمشي، أي نوع جبنة، إن شاء الله شيدر ما فيش مشكلة. بس دي التوست ده بيدينا طعم حلو قوي يا أستاذ مرزوق. ألو؟ ألو؟ أيوة يا فندم. أهلاً بحضرتك، اتفضل. حضرتك يا فندم. الله يخليك، اتفضل يا أستاذ مرزوق، سامعك. انا مش شاكر لحضرتك ومش شاكر على اللي بيرد على التليفون والله. ربنا يخليك، تسلم تسلم. انت اللي بتحاول توصل لحد هنا، بس اهم حاجه انك تمتعنا. يعني ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي، تسلم لي يا سيدي. حاضر الكلام بجد والله. الله يخليك يا حبيبي، مالكش سؤال؟ حضرتك شوربه الحمام ازاي؟ من عينيا. حاضر حاضر، هجاوبك عليها في اخر الحلقه، من عينيا. حاضر، بس ما يعني تابعنا في اخر الحلقه عشان تسمع الاجابه ان شاء الله. بصوا بقى، لو احنا بصينا على البصل بدا يدبل، بس احنا لسه عايزينه يدبل اكتر من كده شويه. تمام، هنستنى عليه كمان دقيقه او حاجه عشان يوصل اللي احنا عايزينه، القوام اللي احنا عايزينه. طب يا شيف يوسف، انت بدات بشوربه البصل ليه؟ علشان تشوفوها بعد ما نغرفها وتستوي معانا وتاخد وقتها. تمام كده، جميل، بدات البصل يدبل اهو. هنطفيه بخل التفاح ونقلب. الريحة اتغيرت خالص دلوقتي بعد ما حطيت عليه خل التفاح، وانا حاطط من بداية معلقة السكر. الدنيا اتغيرت خالص معانا. وبعد كده هنحط شوية من الصويا، بتدينا لون حلو قوي في الشوربة. وبعدين رشة الكاري، رشة صغيرة من الكاري، بتدي طعم حلو برضو جدا في الشوربة بتاعتنا. يعني كده اهو، ده الشكل العام. يا أستاذة سميرة،
ايوه ازيك يا شيف يوسف؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. مش انا وحضرتك طيب؟ وحضرتك طيبه وبخير يا رب دايما. مبروك على البرنامج. الله يبارك في عمرك ويبارك لنا في صحتكم، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. اتفضلي يا فندم سامي. ببارك لحضرتك، بس عايز اسال على الشيف حسن. الشيف حسن موجود يا فندم؟ طبعا احنا بيبعت له تحياتنا. الشيف حسن موجود وهو دلوقتي اكيد ان شاء الله يكون سامع حضراتكم وسامع سؤالكم. يعني بصوا بقى، الخليط كله مع بعضه، البصل مع الصويا مع خل التفاح الزعتر كمان السكر والزبده، كله بنسيبه يغلي بقى. لازم يغلي معانا كويس، حط لتر الملق كله، بس هنقله في مكان كده عشان يتنقل معانا ونروح هناك نكمل مع بعض الشركسيه. بس قبل ما نحط الشركسيه عايز احط الشوربه دي تغلي على النار، تمام، ونشيل كل المكونات بقى الزيادات دي. شكرا يا احمد. هنسيب دي تغلي معايا اهو براحتها خالص. شايفين له انا عامل ازاي؟ لغايه ما البصل يستوي معايا خالص، يبقى دايب بس ما يتهريش، يعني يبقى دايب مستوي خالص بس ما يتهريش معانا. تمام اهو، هغطي. تمام، هنغطي بقى ونسيبه ونروح نعمل لكم الشركسيه. كان طبعا طلبت مننا الشركسيه، الشركسيه بسيطه وطعمها حلو قوي ومكوناتها اسهل مما تتخيل. يعني مكوناتها عندي فرخه، وعندي كوبايه من عين الجمل، وكمان 3 4 شرايح من التوست، ورشه بابريكا بس كده. هنقول تاني، دجاجه متوسطه، عندي كوبايه من عين الجمل، عندي كمان 5 شرايح من التوست، وعندي كمان لو انا ما عنديش دلوقتي توست ممكن استعمل العيش الفينو عادي جدا مفيش مشكله، وعندي كمان زي ما قلنا رشه من البابريكا، وعندنا كمان بقى بنستعمل من ميه السلق بتاع الفرخه دي، وهقول لكم بنسلقها في ايه، كوبايتين 3 عشان اعمل معايا الشركسيه، وبنقدمها مع رز ابيض. هناخد مع بعض كل التفاصيل بعد ما اوريكم. بس هنا البوكي جرني بتاعنا اهو، جزر متقطع وزعتر، روزماري، بصل، ورق لورا، كل الحاجات دي موجودة معايا تديني نكهات مختلفة جوه الشوربة بتاعتنا، عشان زي ما بنقول تعمل معانا شوربة طعمها مختلف، طعمها حلو، عشان خاطر بعد كده أنا بستفاد من الشوربة دي في حاجتين، إن أنا ممكن أسقي بيها الرز، وممكن وأكيد هنعمل بيها الشركسية. تاني شايفين أهو كل الخضروات أهي، هنروح نوديها هناك في الميه، تمام. وبعد كده وفي طبعا حبهان، وفي لو انت عندكم مستكه ممكن نستعمل مستكه، وناخد الفرخه كده نحطها فيها، وبعد كده نروح عشان نكمل مع بعض بالراحه اهو. تمام، معانا الفرخه هتتسلق في البوكي جرنيد اللي قلنا جزر وبصل وكرفس ورق لورو، كل النكهات اللي انا بحبها بحطها في ميه السلق. ومعانا كمان البصل موجود معانا اهو، اللي احنا عملناه شوربه البصل هنسيبه يكمل اهو. وبعدين بعد تمام كده زي ما قلت لكم البصل عايز يستوي ما يتهريش. يا استاذه ندى. الو، اهلا بيك يا ندى. ازيك يا شيف؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا بحبك قوي. والله وانا بحبك اكتر. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 6 سنين. طيب ربنا يوفقك يا رب. بتخش بقى المطبخ تساعدي ماما؟ يوم 23. كل سنة وانت طيبة يا ندى، وأنا طبعا سعيد إني بسمع صوتك وبهنيكي على الهواء أهو بعيد ميلادك إن شاء الله. أنت بتخش بقى المطبخ تساعدي ماما؟ بخش مع ماما في المطبخ وبخش المطبخ. ما شاء الله عليكي يا رب، ربنا يحميك. طب أنت عايزة تتخرجي تبقي أما تكبري تبقي إيه يا ندى؟ نعم؟ يعني أما تتخرجي نفسك تبقي إيه؟ ما نسيتش حاجة. طيب يا حبيبتي ربنا يخليك، أنا بشكرك على اتصالك ومبسوط قوي إني سمعت صوتك يا ندى. التوست وعين الجمل هناخدهم أهو عشان نفرمهم مع بعض أهو. هنحط عين الجمل
وهنحط قطع التوست. زي ما قلت لو انا ما عنديش توست ممكن احط عيش فينو عادي جدا، المهم يبقى حاجه من المخبوزات، حاجه من المخبوزات اللي بتديني تخلص الصوص بتاعي يتقل. ونشغل اهو لغايه ما يطحن معانا خالص في الخليط ويبقى ناعم ويبقى بالشكل ده اهو. يعني انا اهو قارم قبلها لان انا هعمل كميه كبيره يعني. خلاص كده، خلاص كده هنقفل وناخد الخليط ده ونشيل بس السكينه دي ونروح بعد كده على. قلت لكم لازم الشوربه بتاعتي تكون بتغلي اهي، يعني كل حاجه بنعملها قدامكم بتفاصيل التفاصيل. وهنيجي هنا نحط الخليط بتاعنا ويكون معانا المضرب عشان نقلب اهو. وبعدين انا عندي زي ما قلنا انا مزود جزء تاني اهو علشان خاطر انا عايز كميه من الصوص، يعني المرقه هنا مش كوبايتين اكتر اهو. تمام، هنحط دول جميل ونفضل نقلب كده لغايه ما الخبز او التوست بتاعنا يدوب جوه الشوربه. بعد ما يدوب معانا جوه الشوربه يتقل معانا، ولو لقينا اللون فاتح زي ما هتشوفوا هنحط رشه البابريكا زي ما قلت لكم. مين معانا؟ يا ام علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف عامل ايه؟ الحمد لله بخير. استاذ حسن طريقه الكريب. عينيا، حاضر من عينيا، هقول لك عليها في اخر الحلقه. عينيا. حاجه ثانيه يا ام علي؟ الو يا ام علي. حاضر من عينيا، هجاوبك على طريقه الكريب وان شاء الله نعمل لكم حلقه كريب ان شاء الله كامله، حلقه حادق وحلقه حلوه. حاضر من عينينا. بنفضل مع التوست اللي عليه الشوربه وعليه كمان عين الجمل، الريحه بتاعته حلوه جدا وطبعا بيبقى مغذي جدا. بس لو احنا عايزين ما نضيفلوش اللون بتاع البابريكا ده، انا هديله بس رشه ملح صغيره كده. وبعدين لو مش عايزين نضيف له اللون بتاع البابريكا نعمل ايه؟ نسيبه على نار هادية لغاية ما يتقل معانا خالص خالص. ولكن طبعا احنا هنحط رشة صغيرة هتخلي اللون اختلف معانا. بصوا كل شوية كل ما يغلي أكتر اهو يبدأ لونه يتغير، كل ما يغلي أكتر يبدأ لونه يتغير. تمام كده، هناخد رشة من البابريكا صغيرة اهي ونقلب. دي اختياري. في ناس بقى بتحب تحط جوه صوص الشركسيه توم، يعني هو الاساس بتاعه ما فيهوش توم، ولكن اللي عايز يحط توم يحط. ده حاجات الاكل ده يعني مزاجات زي ما بيقولوا اه. بس الاصول الشركسيه ما فيهاش توم خالص، زي اصول البشاميل ما فيهوش بيض. تمام، بنقلب كده. يا استاذه مي. يا اهلا بيكي. يا اهلا بحضرتك، منور شاشة الحياه ومرحب برجوعك تاني لينا، ونورتها اكتر ما كانت منوره. ربنا يخليكي، ده هي منوره باتصالاتكم والله ومشاهديها. ربنا يخليك يا شيف، انا بحاول اتصل بيك من اول ما البرنامج رجع لحضرتك، ويعني الحمد لله ان النهارده بقى قدرت ان انا اوصل يعني. والحمد لله يعني جيت لنا اهوت وسمعنا صوت حضرتك. انت الشيف الشيك اللي متعودين منه على كل حاجه حلوه دايما، وابداعاتك اللي منوره الشاشه دايما، ومتابعينك في كل حته في اي مكان هتروحه. يا رب يخليكي، تسلمي. ربنا يوفقك ويديك على قد ما انت بتعلمنا دايما. تسلمي لي، يا رب يخليكي، ده من ذوقك يعني. مالكيش اي سؤال؟ خالص يا شيخ، انا الحمد لله ان انا وصلت وشكرت حضرتك. يا رب يخليكي، انا سعيد ان انا بسمع صوتك ودايما كده تابعينا وسمعينا صوتك دايما، واحنا سعداء بسماع صوتك. بشكرك على اتصالك. هناخد بقى نقلب اهو لغايه ما يوصل معانا للقوام المطلوب. القوام لو اللون يعني زي ما قلت لكم عايزين تحصلوا على قوام ولون اغمق، وطوا النار عليه وسيبوه براحته بس قلبوه كل شويه. لكن احنا طبعا عشان مستعجلين شويه فبنحط رشه البابريكا دي اهو. تمام كده، حلو قوي، جميل. بنقلب كويس قوي يعني، يعني جت مناسبه كده بس بسيطه
ان انا عايز اشكر كل الناس اللي شغاله معانا هنا، لان انا عارف ان انا بتعبهم بصراحه، يعني انا متحرك جدا فبتعبهم جدا، يعني معلش سامحوني. اه شوفوا بقى بنقلب معاه لغايه ما يتقل معانا، ما بنسيبوش. وزي ما قلت لكم لو عايزين اغمق من كده شويه نحط رشه البابريكا، عايزينه على طبيعته هنسيبه على نار هاديه لغايه ما يوصل للون المطلوب. تمام، مين معانا؟ طيب اهو بالراحه خالص عملنا مع بعض زي ما انتم شفتوا شوربه البصل، عملنا مع بعض دلوقتي الشركسيه لانها انطلبت مننا، علشان كده اهو هنعمل ايه؟ هسيبها واروح ابص بصه على شوربه البصل، نقلبها تقليبه واحده، حلو قوي لونها وحلو قوي شكلها، وكده استوت معانا بنسبه 100% اهو. خلاص اهو شايفين، وعملنا مع بعض الفرخه بتاعتنا بتاعت الشركسيه. طبعا مش هنستنى لما الفرخه تستوي لان انا مجهز واحده تانية، علشان كده هنستاذنكم هناخد فاصل. بعد الفاصل هنكمل مع بعض ونوريكم لون الشركسيه عامل ازاي، والفراخ بتاعتنا عامله ازاي، وهنغرفها ازاي، وكمان شوربه البصل هنغرفها ازاي. ولما نرجع هنعمل مع بعض صوص الباربيكيو زي الكتاب ما بيقول، مع شويه اجنحه كده بطريقه حلوه قوي. خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا مع بعض الشركسية وعملنا شوربة البصل. أنا سايبها بس كمان تتقل، كل ما بنسيبها على النار تتقل ولونها يتغير. شايفين هو ده اللي بتكلم عليه، بصوا بقى الكثافة اهو اهو شايفين، ده لون الصوص الصح اهو جميل. طيب عايز أقول حاجة، عين الجمل بيبقى متحمص؟ اه بنحمصه شوية قبل ما نستعمله. طب كمان بيبقى ناعم خالص؟ ممكن يبقى نصه ناعم خالص ونصه فيه قطع صغيرة علشان يديني تيست حلو قوي. تعالوا بقى نعمل شوية أجنحة فراخ حلوين جدا، يعني قريب قوي لقيت حد حبيبي كده بيقول لي أجنحة الفراخ بتتباع غالية قوي، فعشان كده قلنا نعملها لكم. عندي كيلو من أجنحة الدجاج مغسول ومتنظف، عندي كمان كوباية ونص من الدقيق المبهر، وهقول لكم حطينا عليه إيه. وبعد كده عندي زيت للآلية. صوص الباربيكيو بقى هو ده الحكاية النهاردة. صوص الباربيكيو عبارة عن بصلاية مفرومة صغيرة، وكمان عندي ثلاث فصوص ثوم، ومعلقتين من الزيت، ونص كوباية خل تفاح، ونص كوباية من عصير البرتقال، ونص كوباية من صوص الورشستر ساير بيتباع في السوبر ماركت، وثلاث معالق من صلصة الطماطم، معلقتين كبار من البابريكا، ورشة قرنفل ناعمة، وكمان رشة شطة، ومعلقة توم باودر. أما احنا حطينا في الدي ايه، حطينا توم باودر بصل باودر، شوية من الملح، وشوية من الفلفل، وشوية من البابريكا، وشوية من الكركم. هناخد هنا شوية ملح اهو على الأصل الحاجة يعني قبل ما نحطها، وبعد كده هنحطها هنا كلها ونقلبها. يا استاذ محمود. صباح الخير يا شيف يسري. صباح الخير يا فندم. انا بقالي كتير ما كلمتكش طبعا، وانت عارف لما اقول لك محمود السماك يعني. على راسي يا استاذ محمود يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي. الله يخليك، ده فعلا بقالنا كتير ما سمعت صوت حضرتك. اه والله، هو يعني انا بقالي مده كبيره حتى شيف شربيني ما تواصلتش معاك كتير برضه. يا رب يخليك حبيبنا واخونا، ربنا يديك الصحه. الله يبارك فيك يا شيف يسري. الله يكرمك تأمرني. انا بسعد تملي لما بشوفكوا على القنوات، والناس فرحانه بيكوا، ويعني ده بيبقى شكري ليا اساسا وشكري ليكوا يعني. يا رب يخليك يا باشمهندس، ربنا يبارك فيك. والله يعني انت عارف دي سنين والله يا شيف يوسف. طبعا طبعا طبعا، الله يعني يبارك فيك، عشره العمر. هو طبعا السؤال اللي انا كنت قلته للمطبزيل ان انا عايز اعرف تتبيله الورك الرومي. حاضر، من عينيا هقول لك عليه. حاضر حاضر ان شاء الله، هقول لك في اخر الحلقه يا باشمهندس. وانا سعيد اني سمعت صوت حضرتك قوي بجد. شوفوا بقى انا بتبل ايه.
في الدقيق اهو بقى كله مع بعضه لغايه ما يتشرب معانا، وبعدين نروح هناك على الزيت ننفط كده الاول من الدقيق ونحط اهو. تمام، ننفض التنفيضه دي علشان خاطر ما يبقاش فيه دقيق خالص زياده، ونحط كميه الفراخ بتاعتنا او اجنحه الفراخ، وعشان نروح بعد كده على الصوص بتاعنا اللي هنعمله. تمام كده، طبعا اما نطلع الاجنحه دي من الزيت لازم يكون جنبنا في طبق كده فيه مناديل علشان خاطر نطلع منها يشيل الزيت يعني اهو. تمام جميل، واحده واحده كده نخلص الكميه. بنسويها سوا كامل، اه بنسويها سوا كامل جوه الزيت ده اهو. فاضل قطعتين وبعدين نشيل بقى الدقيق ده. خلاص تبلنا، حطينا في الزيت وهنعمل الصوص مع بعض. بس قبل ما نعمل الصوص تعالوا مع بعض نوريكم غرف الشركسية اهو. تعالوا مع بعض، بسم الله. بناخد الرز نغرفه كده يعني مفتوح من جواه، وبعد كده بحط بخلي طبعا الفراخ من الجلد واقطعها اربع قطع، والصوص عندي جاهز. ناخد نحط عليها كده ونقول بسم الله، واحلى شركسيه. شايفين الصوص عامل ازاي؟ تغرقوا ما تخافوش. وهنا حلو قوي، هنحط على الاربع قطع لعشاق الشركسيه اهو. وبعدين الزياده بقى بنعمل فيه ايه؟ بناخد جوه هنا نحط شويه من الشركسيه على الرز كده، بس مش اكتر من كده. بعدين لو انا بقى عندي قطعتين من عين الجمل كده نحطهم على الوش اهو. في ناس بتحب تاخد الفراخ متقطعه، يعني ايه؟ يعني تكون متفصصه يعني متنسله كده، مفيش مشكله خالص. ولكن هي الشكل العام بيبقى افضل كده بكتير لو احنا غرفناها بالشكل ده. هنمسح بس طبق اهو، وطبعا الشوربه هنغرفها دلوقتي بعد شويه، وكل الحاجات عندي موجوده. تعالوا بقى نعمل الصوص بتاعنا بتاع الباربيكيو باسهل طريقه. حلو، الفراخ في الزيت هتستوي براحتها، الفراخ اهي او الاجنحه في الزيت نسيبها لما تستوي براحتها، لانها تسويتها سوى كامله مش باخدها كده والشركسيه جنبنا اهي. وناخد كده معلقتين الزيت اهو، شايفينها حاجه مشهيه بصراحه، بالهنا والشفا. بصوا بقى الصوص بتاعنا اهو، في ملحوظه هقول لكم عليها. انا حاطط البصل هنا متقطع مفروم، علشان كده عايزكم لما تعملوا صوص الباربيكيو لو هتخزنوه او تشيلوه في الثلاجه هتستنوا عليه يبقى يهدى خالص، وتضربوه في الخلاط وتصفوه عشان ما يبقاش فيه الكتل دي، بس مش اكتر من كده. نقول تاني، البصل هنا سليم، البصل هنا متقطع قطع اهو شايفينه. علشان كده بقول لكم بنصحكم لما نيجي نعمل الصوص بتاع الباربيكيو وعايز اشيله في الثلاجه مش هشيله فيه قطع البصل زي ما هو كده، لا باخده سيبه يهدى يبرد خالص، وبعد كده اضربه في الخلاط واصفيه، بيبقى افضل بكتير. هنحط البصل، نقلب تقليبه كده يدبل ما بيستويش. وبعدين بعد ما يدبل معايا كده لمدة دقيقة يعني لونه يصفر، ناخد عليه بقى التوم. شايفين هو ده، انا عايز كده نحط عليه التوم اهو، ونقلب كويس قوي لغاية ما نحس نشم ريحة التوم. بعد كده هنحط عليه كل المكونات بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دي ورا بعضها،
مفيش مشكلة خالص يا أستاذة ناهد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شوف يوسف. أهلا بحضرتك. بس حسب بس الأجنحة أنت تبلتها إزاي؟ حاضر من عناية، حطيت بس عليها شوية ملح وحطيتها في دقيق مبهر عليه شوية ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر وشوية من البابريكا وشوية من الكركم. في حاجة تانية؟ طيب وهي؟ هقول لك حاضر بس في آخر الحلقة على الإجابات بتاعتنا. شايفين بصوا يا جماعة الفراخة بدأت تلون، بس هكسبها لما تكمل تسوية كاملة، وفي نفس الوقت بنعمل مع بعض صوص الباربيكيو بتاعنا. حطيت الثوم والبصل وبعدين حطيت عليه خل التفاح، نحط الورشستر صاير، هو ده التست اللي بتاع الباربيكيو موجود في الصوص ده. الصوص ده هو أساس الباربيكيو. وبعدين هنحط عصير البرتقال ونقلب كويس قوي، نزود النار شوية نسيبه يغلي معانا، وبعدين بقى هنحط بقية المكونات، الثوم الباودر، القرنفل ده أساس، رشة صغيرة مش كتير لأنه بيبقى طعمه باين، الشطة، صلصة الطماطم. سيب ده كله مع بعضه يغلي لغاية ما يديني الكثافة المطلوبة، وأخيرا هنحط البابريكا ونقلب كل ده. ده أحلى صوص باربيكيو طبيعي 100%. ده هو تقلبه كده لغاية ما يتجانس كله ويغلي معانا، أحلى ألف مرة من اللي بيشتريه اللي فيه مواد محفوظة أهو. وبرضو مكوناته مش غالية زي ما أنتم متخيلين، يعني دايما هتلاقونا بنحب نقرب لكم المسافات ونعمل الحاجات اللي هي أرخص عشانكم. ده الصوص بتاعنا، سيبه يغلي غلوتين، هنديله شوية من الملح، وبعدين هو طبعا بمجرد ما يغلي غلوتين ثلاثة هيتقل، مش محتاج أكتر من كده، يعني مش محتاج نتقله إحنا، بس يغلي كده ويتكاثف شوية هيديني القوام اللي أنا عايزه. فهنسيبه على النار يغلي أهو، ونروح نبص على الفراخ. وصلت للسوى المطلوب، هسيبها تنزل الزيت على المنديل أهو. بعد ما بنشيلها كده تمام كده، وبعدين هنحطها كده اهو تمام. وفي نفس الوقت الصوص بتاعنا بيتقل، صوص الباربيكيو بيتقل معانا، بمجرد دي ما تنشف من الزيت هناخد نحط في الصوص ده ونقدمها على طول. بس في اسهل من كده؟ احلى صوص باربيكيو ممكن تستعملوه بمنتهى البساطة. جميل، بس مش عايز اكتر من كده. شوفوا الكثافة بتاعته عاملة ازاي، هو ده يا استاذة قمر. الو، اهلا بيك يا قمر. اهلا بحضرتك، اتفضلي سامعك. هو انا عايز اسأل عن مكونات الباربيكيو. حاضر، هقولك عليها في اخر الحلقة من عينيا. حاضر حاضر، تحت امرك. ليكي سؤال تاني؟ بشكرك على اتصالك، بس شايفين الصوص بتاعنا عامل ازاي وكثافته عامله ازاي؟ انا مش عايز اتقل اكتر من كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي عشان انا هستعمله، هصفيه بمصفى سريعا ونحطه على الفراخ بتاعتنا او الاجنحه ونوريه لكم بعد ما يطلع، وبالف هنا وشفا، حاجه في منتهى اللذه، حاجه في منتهى البساطه. عملنا مع بعض الشركسيه، وعملنا شوربة البصل، وعملنا صوص الباربيكيو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وعملنا الفراخ او اجنحة الفراخ بطريقة سهلة قوي هتعجبكم جدا. ولكن كل ده هنشوفه امتى؟ بعد فاصل سريع، ما حدش في اي مكان، دايما الجديد والممتع هتشوفوه مع الشيف يسري في برنامج مطبخ الحياة، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض ثلاث أطباق حلوين، عملنا شوربة البصل، وعملنا كمان أجنحة الدجاج بصوص الباربيكيو، وعملنا الشركسية. يا رب تكونوا مستمتعين معنا. هقول سريعا على صوص شوكولاتة سريع قوي. بجيب نص كوباية من
اللبن، نص كوبايه من الزيت، احطهم على النار يغلوا، بيكون عندي كوبايه من قطع الشوكولاته. اول ما يغلوا مع بعض اقوم صابب الاثنين على بعضهم، قلبه كويس قوي واسيبه يهدى، يبقى عندي احلى صوص شوكولاته. اما بقيه الاسئله يعني اجنحه، هتلاقوا تتبيله الاجنحه وهتلاقي صوص الباربيكيو نازل قدامكم دلوقتي، كمان شوربه الحمام هنحاول نعملها، والورك والكريب هنعملهم عملي. عشان كده بقول لكم يا رب تكونوا مستمتعين زي ما انا بستمتع بسماع صوتكم وبستمتع وانا معاكم. كمان مش عارف اقول اي حاجه غير يا رب اشوفكم على خير، ويا رب نحب بعض. السلام عليكم.